ايه ده؟ التليفون بيضرب. طب ردي بسرعه يمكن حد من اهله تقولي ايه اللي حصل. لا 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 ما اقدرش يا سلمى. هاتي رد. الو؟ ايوه صدق الله العظيم، بتقولي ايه؟ بكلمه على الموبايل، ردت عليا واحده وقالت لي ان هو اتضرب عليه نار في المستشفى. نار عمر، لا حول ولا قوة الا بالله. عمر اخويا قالت لك مين دي واني مستشفى؟ معرفش، انا خدت عنوان المستشفى. يلا لا لا اله الا الله. هتروحي كده؟ اللهم لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف في يا عمر. لا لا روح مستشفى، ما فيش وقت. هتروحي كده؟ انا هروح فين؟ ما ينفعش تروحي كده. مالك مالك؟ مش قادرة اقف على حالي. طب اقعدي. رجلي اقعدي، انا هجيب لك حاجة تانية. انا هجيب لك راجل. يا رب بسرعة علينا. خبريني يا بنتي ايش صار؟ انا كنت هموت من الخوف يا بابا، كويس انك جيت. الحمد لله انك بخير يا بنتي. الحمد لله يا عم، احنا كتب لنا عمر جديد النهارده. كيف صار هذا؟ وين؟ جنب المحل بتاعي، واحد ضرب علينا الرصاص وبعدين جري والرصاصه جت في الدكتور عمر. ويطلع مين الدكتور عمر ده؟ الراجل اتخبطت في عربيته. اللي جالك المستشفى؟ ايوه هو يا عم. في حد شاف اللي ضربه؟ كانوا اتنين راكبين موتوسيكل ومغطين وشهم. يبقى مفيش غيره يا عم الشيخ عرفان، هو اللي سواها بدمه حلال. تقصد مين يا عم الشيخ؟ معقوله يا بابا؟ الله يخيب ظني. ابو صباح في الميدان بينادي على الجعان، يمكن الباشا يحن على الغلبان. فين بقى الدكر الكسبان؟ 5 جنيه على الدكر. اركني يا اختي جنب الخسران، واللي ليه شوفه حاجه يرمي بياضه لاجل ما ينول مراده ويلاقي اختي الدكر قدام. سيجاره فرنجي على الدكر. مش مكتوبه لك يا روحي روح دوري على اولاده. لا بعد، انت حراميه يا بيت. الله الله الله، ما بلاش اللي انت معانا بتعيطوا في الاخر. ترى يا بيت انت معاش مال عينك ولا ايه؟ عماله تسرقي وتعشطي فينا من الصبح وساكتلك في ايه؟ لا يا روح امك، ده احنا نحط الغله في الخزنه لاجل ما نفضل الوحش. طب والنعمه لكم مصارينك. كانك ترميسه واقعه يا روح امك. طب تعالي لي بقى يا حاج. يا بنت انت وهي بس بقى. بس دي كفايه اللي احنا فيه، هناكل بعضينا ولا ايه؟ وحياتك بس عشان خاطرك هفوتها لها المره دي. عايزه تقنعيني انك بتحب عمر قوي كده؟ مش عارف، مش فارقه عادي يعني. والله انت هتجننيني معاكي. مرة تيجي تحكي لي انك عايشة أحلى قصة حب مع واحد خبيتيه علينا كلنا، وفجأة اكتئاب وسهر وشرب وحاجات غريبة عليك، وفجأة يظهر عمر وفجأة يختفي عمر. أنا مش فاهمة حاجة. متحيريش نفسك يا رب، مش توصلي حاجة. أنا نفسي مش فاهمة روحي. ساعات بحس نفسي عاملة زي حبة البيوت المتعشقة جوا مساكن شعبية، لا داخلها نور ولا طالعها ميه. شم ريحه سر جواك اموت واعرف. يا يارا انا مش فاهمه انت عايزه تفوقيني ليه. انا مصدقت شيخ، مصدقت يعني اسلاك لمستك اللمبه نورت والدماغ ساحت. بقول لك ايه، يلا نمشي عشان انت ركبت عليا. انا زهقت. انا كمان زهقت. يلا. ايه ده يا عفا؟ مش ده باباكي؟ سياده الرئيس بنفسه. استنى اشوف عايز ايه. سيادة الرئيس منور. هاي عفا، اركبي شوية عايز اتكلم معاكي. لا يا بابي انا مش فايقة دلوقتي. معلش دول كلمتين وبس، من فضلك عشان خاطري. حاضر. يا لطيف يا لطيف. سما صحيح اللي قالته هنا دي؟ عمر اتضرب بالنار. مينا هو فين؟ عمر فين دلوقتي؟ العمليات عمو دايم. يا رب يجيب العربي سليم يا رب. مينا ايوه اركض انا حبيبتي يا رب، واحده فينا ربنا يا رب. اهدى يا حاج، ربنا يطمنك عليه. انا مش هطمن هنا يا مشمول، مش هقدر. اللهم اطمن على عمر. الله، مش انت اللي
انا مبقاش يجيلي نوم من ساعتها، ودماغي قفلت عند الكلمه اللي انت قلتيها، ونفسي اتصدت عن كل حاجه، وعلى لساني مفيش غير كلمه واحده بس. ليه انت ما بقيتيش تصدقيني؟ بقولك يا بابي، اعتبره كلامي الف ساعه غضب وخلاص. دي مش كلمه، ده احساسك بيا ورايك فيا، وانا اللي انا بستغرب له احنا وصلنا لكده ازاي. طب وانت ليه بقى عايزني نفتح في حوارات ممكن تنتهي نهايه مش لطيفه، وخصوصا بقى ان احنا في الشارع؟ مش انت اللي طلبت ان احنا نكون في الشارع؟ حضرتك ما سألتش ليه انا طلبت نكون في الشارع؟ ما يمكن عشان تفوقي. بابي انا لو عايزه افوق ما كنت ذاكرت من الاول. انا اخترت الشارع علشان مش عايزه بيبان مقفوله عليا ولا حيطان تكتفني، عايزه احس ان انا حره بجد. حيرتيني يا بنت الناس، انت ايه اللي بعدك عني بالشكل ده؟ عشان حضرتك بتعمل كل حاجه عكس اللي انت ربيتني عليها. طول عمري شايفاك صياد واقف بسنارته مستني رزقه، لا همه بقى لطشة برد ولا لسعة شمس. امال انت شايفاني ازاي دلوقتي؟ صياد بس واقف من غير سنار، حواليه سمك كتير قوي ميت من سم الديناميت اللي انت رميته. للدرجه دي انا اتغيرت وبقيت بشعه؟ بقيت شبه ناس كتير قوي كانوا قاعدين في صندره مهجوره، واول ما شافوا النور اتسرعوا اتلموا حواليه. فته واللي يلحق. انا تعبت سنين، اتبهدلت كتير، واتظلمت اكتر، وترميت في السجون، ومع ذلك عمري ما نخيت ولا تنازلت عن المبادئ بتاعتي. انت دلوقتي جاي تحاسبيني على ايه؟ انا اترشحت عشان استاهل. انا مش بلوم حضرتك ان انت بتسعى لحلم عايز تحققه، بالعكس ربنا يوفقك، بس انا حزينه قوي ان هو اتحول لمراهنات وكلام نصه كذب عشان خاطر بس تلم اصوات. كذب؟ يعني انا كذاب؟ سوري يا بابي، بس انا شفتك قاعد مع ناس طول عمرك ضدهم، كل ده علشان خاطر ايه؟ تضمن اصواتهم في الانتخابات؟ شفت بقى السبق وصلك لفين؟ اه كله بيجري وكله بيسابق، واي حد بيلاقي اي حاجه بيروح ينتشها من حالك. ايام سودة ترابينا فيها غصب. يا بنت انت صعبانه عليا، انت لسه عود اخضر بدري قوي على قطفه، بس مش روحك في الطل كده، هتتبالي وتنشفي وتتهرسي تحت الرجلين. اساليني انا، الدنيا دي يا اختي ياما خدت مني رقاب لحد ما نحلت وبر. اسمعي مني، شوفي لك شغلانه كلي منها عيش بدل المرمطه دي. يا اختي لا في عيش ولا في شغلانه، كله ماشي بالغصب. ايه مالكيش اهل؟ اب عم خال اي حد يلمك بدل بعطره الشوارع دي. وصدقيني يا اختي اخرتها جلد على عض، وريحه نتنه للمنت الشوارع مع الشيشه في جتتك. الاهل سطره برضه. انا زرع شيطان يا اختي، بذرة اترمت في ارض بور، لا عرف لي اب ولا شفت لي ام. كل اللي افتكره ان انا كنت في ملجا، والعيال قالوا لي نطي من على السور. دي حتى الوليه اللي كانت بتاكلنا كانت بتزقني وبتقول لي المركب اللي تودي. المهم اني نطيت، لقيت خلوصي في خلقتي، مسكت في ديله واستخبيت وراه. وخلوصي بقى ده يا بت هو اللي مسرحك ومودكك على الكار؟ والنبي يا اختي ما انا عارفه، هو ولا الهدنه ولا النومه والله ما انا عارفه، هو كله محصل بعضه. احنا زي الشوارع اترمينا فيها يا عم ايوب، لا لينا ابواب ولا شبابيك، مفتحين من كل حته ومكشوفين للي رايح واللي جاي، يعني ولا هي تنفع ليها ستره ولا انفع ليها غطا. رايح نفسك انت بقى. دي بنت غلبانه واربع حيطان يرادوها. ده انا ياما عم ايوب قلت له الكلام ده، بس هو بقى بيقوح ويعافر على الفاضي. فلانك فضوها سيره بقى. يعني انت قلبك ما بكرتش عليها وكلاب السكك راح جايه تشمشم فيها؟ يا لهوي يا عم ايوب، ده بيبقى قلبه وعقله هيشتوا منه. انتوا هتنصبوا لي محكمه وتطيروا لي حجرين؟ هي عارفه ان سكتنا ما فيهاش جواز وراضيه، وادينا بنفك نفسينا ببعضينا وبنسترزق من شمامين الليل. بقول لكم ايه؟ انا سايبكم ماشي. ما تشغلش بالك بالشويتين دول، ده هو كده بياكد ان هو غويها. عمر عمر ما تتخديش، مفيش حاجة. ما فيش أي حاجة، هو لسه ما فاقش. الدكتور بيقول إنه لسه قدامه شوية على بال ما يفوق.
ما تقعدوا في الاستراحة أحسن من القعدة دي. استراحة ايه بس؟ استراحة ايه؟ احنا مش هنمشي هنا غير لما نطمن على اخويا. ما الدكتور طمني وقال ان الخطر زال الحمد لله. ولو يا اختي انا مش هرتاح لما اطمن عليه ويصحى ويتكلم. يا عمر الله، هو عمو حافظ راح فين؟ الراجل الطويل اللي كان معاكو؟ اه هو ما تعرفيش راح فين؟ اه هو في الاستراحة من امبارح ومبطلش عياط وحالته وحشة قوي. انا هروح له يا دينا. يا حبيبي يا عمر رد على اهدي يا ربي يا ربي احضر يا ربي العافيه. يا حبيبتي الحمد لله ده بقى كويس الحمد لله. ايه رايك تهدي وتغسلي وشك تريحي اعصابك شويه؟ اغسل وشي ايه بس؟ اغسل وشي احنا في المصيبه السوداء دي. قولي لي الظابط ما قالش مين اللي عمل فيه كده؟ لا هما لسه بيحققوا في الموضوع. ربنا ينتقم منهم، ربنا يحرقهم بجاز وسخ، ربنا تشك بانهم اقطع ايديهم. يا رب مش عارفه ايه اللي بيحصل. وانتي مين؟ انا لامار، اسمي لامار، والحادثه حصلت قدام المحل بتاعي علشان كده انا هنا. وانتي الحادثه حصلت قدام محلك انتي واسمك لامار وشكلك عامل كده؟ اه لا هروح اغسل وشي عشان افهم ايه اللي حصل. لامار دي المصيبه السوداء، تبكي على حالك يا أخ حافظ. يا رجال اترك النواح للحريم، شد عودك. يمكن الواحد ما صدق في الأحجة يفك بيها من روحها يا شيخ عرفان. هذا نهمر بالنسبة لي مش ابن أخويا بس، ده آخر نفس الدهكة اللي طلعت بيها من بوق الدنيا، هو اللي مهون عليا، هو اللي مصبرني على اللي راح مني. طمني يا عم ان شاء الله يبقى كويس وزي الفل يا رب. انتي اخت عروسه؟ ايوه. حضرتك تبقى مين؟ ده مين ايه؟ ده الشيخ عرفان. الشيخ عرفان؟ الشيخ عرفان مين؟ انا يا بنتي والد اختك لمار. أنا أختي اسمها كتفينة. ده إيه الغباء ده؟ لامار، لامار أختك. آه هي اللي جوه دي اسمها لامار؟ يا جماعة خير طمنوني، أنا أول ما قالوا لي جيت على طول. طمنوني على أخويا وصديق عمري دكتور عمر. إزيك يا أنسة سما؟ كويسة كويسة، ده خدش اطمن بنفسك. آه اتفضل اتفضل اتفضلوا اتفضلوا. يعني الدكتور عوني يطلع احسن مننا ويروح يزور عمر واحنا نيجي نقعد هنا؟ لا ما احنا طبعا هنروح نزور ونطمن عليه، بس انا اصلي حسيت اني محتاجه اتكلم معاكي قوي النهارده. ودينا جينا اتفضل. ما تتكلم صفوة. يعني لو هتبداها بيعني ولو يبقى اكيد هتقول حاجه تزعلني. بصراحة مش عارف اللي هقوله ده هيزعلك ولا لا. في ايه يا غازي؟ ما تتكلم على طول. صفوة احنا كنا متفقين اني اجي اقابل قرايبك قريب. بتقول كنا؟ ليه انت غيرت رأيك؟ لا وانا اقدر اغير رأيي، انما بس يعني في ظروف كده جدت. ظروف ايه؟ غازي من فضلك ما تخبيش عني اي حاجة، انا مش حامل المفاجآت. في ايه؟
واحد من زمايلي شرع عليا احط مبلغ كده في البورصه اهو احسن بيه وضعي. مش فاهم ايه علاقه البورصه بينا؟ بعد اول مكسب طمعت حطيت تحويشه العمر. وبعدين راحت، خسرت، مش عارف اعمل ايه. ما تعملش حاجه يا دكتور، تقدر تروح تشوف شغلك دلوقتي، مش هيبقى انا وانت بعيد. حسبي الله ونعم الوكيل. والله عندك حق يا دكتور عمر، فعلا ما ينفعش انا وانت نبقى بعيد عن المستشفى، بس انا برضو كان لازم اجي اطمن عليك، يعني انت عارف غلاوتك بالنسبه لي. لا ان كان على غلاوتي انا عارفها كويس قوي، اطمن انت بس يا دكتور. حسبي الله ونعم الوكيل. وما عرفتش مين اللي ضربك يا دكتور عمر؟ ما عرفتش لسه يا دكتور، بس مسيري اعرفه، ما انت عارفني خيالي جامح. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا يحرق قلوبهم زي ما وجعين قلوبنا. عم حافظ، مش المفروض دكتور عمر يرتاح شويه ولا ايه؟ ايوه صح، تعال يا دكتور تعال اتفضلوا. اصل الدكتور لما جاله الدكتور كشف عليه لقى تعبان، قال له ما ينفعش تشوف اي طيب حاجه. طيب اطمن عليه واطمن عليه ونمشي. يا راجل تطمن، اطمن. احنا اصلا جايين نعمل الواجب وهنمشي. واديكوا عملتوا الواجب وزياده، متشكرين جدا. اه ده الواجب بزياده قوي. مع السلامه. مع السلامه. ربنا يطمن عليك ان شاء الله. الله يخليك الله يخليك. ما بدري يا الله يكرمك. بدري بجد والله. مركب ودي. انا مش عارفه ايه الناس اللي ما عندهاش دم دي. حسبي الله ونعم. عم حافظ شوف اسامة فين بسرعة. لا اطمن، اسامة ما رضيتش حتى تسلم عليه وراحت عاملة كده. كده. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قلت لك ما تجيش يا باشا، ده صنف الأمراض هيتمرع أكتر. ما كانش ينفع نعمل له قيمة ولا حساب أصلا. سيبه. خلي حسابه يتقل عشان الرد يبقى نهائي. ماشي يا عمر ماشي. بقول لك إيه؟ اسامة أخته أهي. شايفها شايف. استناني أنت، أنا ما أتحركش مكانك. حاضر. ازيك يا انسه سماء؟ يرضيكي كده؟ يعني داخل اسال على الدكتور عمر واعمل الواجب يوم اخواتك تقريبا يطردوني. اه يعني انت عايز اخويا يقفشك قاعد معايا في كافيه ويطبطب عليك، ولا عايزني انا بقى بعد كل اللي حصل ده اول ما اشوفك اخدك بالحضن؟ عيب يا دكتور، انت كبير. مش كبير بقى، انا عايز اشوفك. لو عندك جديد ابقى كلمني، ولو انا فاضيه هبقى ارد عليك. باي. باي. هترد عليك في ايه؟ ايه يا مرتضى؟ انت هتسلط علينا كمان ولا ايه؟ اتفضل قدامي. انا ما جبتش سيرته لما الضابط سالني علشان الدم اللي بني، وهو ده كل اللي اقدر عليه. انا مقدر يا بنت اللي قلتيه، ترى لو ثبتلي ان وراها مش هرحم. اختفائه اكبر دليل ان هو اللي مدبرها يا بابا. طول عمره مثل زرع الشارع ده، لا متربي في طينا ولا مسجي من ميتنا. كنت فاكر ان ربنا هداه. الهدايه دي حاجه تخص بينه وبين ربنا، انما اللي عمله لازم يتحاسب عليه. مش تبي تقولي يا بنتي. عايزه اقول لك يا بابا ان انا اتنزلت عن حقي في الحكايه اللي تخصني، انما بقى اللي ما يخصنيش ما اقدرش اتنازل عنه. على ايش ناوي يا لمار؟ ناوي اخلص ضميري واعمل اللي انت ربيتني عليه. ابن عمك؟ ايوه ابن عمك. فاكر يوم ما قابلتني في المستشفى كنت بجري، كان جايب المأذون والشهود، عشان كده هربت، ومن ساعتها حالف يقتلني. يقتلك ازاي؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هي الدنيا سايبة؟ هو لسه في الكلام ده اصلا؟ هو ده اللي حصل بقى. اصل احنا لينا عواد وتقاليد هي غريبة عنك شوية، ماسكين في الحلو فيها والباقي بنحاول نغيره. وعايزاني ابلغ عنه؟ انا عملت اللي المفروض اعمله. انت عملت اكتر بكتير، نقلتيني المستشفى وبلغتي اهلي. ايه مالك؟ بتتخضي عليا كمان وقاعده معايا وبتقولي لي كمان مين اللي عمل كده؟ اصل المقصود هو انا، بس انت اللي جيت في الرجلين بقى. صباح الخير. صباح النور. انت مش تقول ان انت زميل كنا قلنا معاك بالواجب؟ والله الواجب عملتوه زياده يا دكتور. لا التقرير كويس، انت الحمد لله كويس جدا. الحمد لله. يعني ينفع ناخد منه كلمتين يا دكتور؟ اه اتفضل يا فندم، اتفضل تحت امرك.
طيب انا عن اذنكم راحه فين؟ عشان تبقوا براحتكم. لا لا خليكي، ينفع يا فندم تكون موجوده وحضرتك بتسال؟ لا مفيش مانع مفيش مانع. قول يا دكتور، حضرتك بتتهم حد معين باطلاق النار عليك بشكل متعمد؟ بتتهم حد يا دكتور؟ لا. انت متاكد؟ متاكد. الف مبروك يا باريس اختي، طلعت على خير اهو، والقرد اللي كنت شايفاه رخايص ومستهلية بيه هو اللي طلعك. طب سببه انا قعدت كل ده ونبي تتلهى انت وهو؟ طب ما قالش هو ايه راكبين على بعض؟ الله الله الله، ما تعتبريها فترة نخاها يا باريزة. وبعدين القرد ده مش انت اللي خرجك بالكلمتين اللي انت عليهم، ولا خرجت بالسحر والشعوذة؟ بقول لك ايه يا خلص، خف عليا حبة، خف عليا حبة يا حبيبي، عشان انا لسه بعقبك وجتتي مرمى من نومة البرش. انا ما اقبلش ان تقولي على نفسك كده، شويه ميه وصافو وترجعي زي الفل، لحم ابيض متوسط. صافو؟ اه. وبعدين انا عايز اقول لك على حاجه، الدنيا بقت على البلاطه وعلى الاخر، محتاجه تزهزه كده. يلا يا عبلي، بقول لك مرمى. شوف الموضوع ده. ايه دنيا دواره، خدت في رجليها الكبتون، كل ما يطلع من نقره ترميه من تاني في دعتيره. يا حبه عيني، الدنيا اديته ظهرها، صدرت له الطرشه، واللي كاله بط بط طفحته له والزواز، مع انه تاب واناب ونفض ايده من اللي فات. اقطع دراعي من هنا لو ما كانش معمول له عمل. عمل؟ ومين ده اللي بيكره له عشان يعمل له عمل؟ ده له واجب في كل بيت وفي كل حته اماره. بس داس في النسوان ياما، ولدغه المره مره، واللي يجي على وليا ايامه مش معديه. راجل ولد اصول، واللي سواها ده خلانا في وسط هدومنا يا بنتي. بصراحه يا عمي هو طلع راجل بصحيح، مع انه كان ممكن يوديه في 60 داهيه. انا لقيت نفسي ساكته مش لاقي كلام اقوله، الراجل كان سايح في دمه، وبينه وبين الموت يا دوب ما فيش، واتنزل عن حقه كده بسهوله، ده حتى رفض يتهمه. اللي مخوفني يا ولد عمك مختفي ومحدش عارف له طريق. اكيد هربان او مستني جربها مره تانية يمكن تصيب. مستحيل مستحيل يا رمان. مستحيل ليه يا بابا؟ اللي يعملها مره يعملها كتير. قلت في مين يا رب؟ قلت في مين يا رب؟ ما تخافش يا بابا، ما تخافش عليا، وبعدين العمر واحد، مش انت قلت لي كده؟ بترجع تيجي وسطينا وسيبك من العيشة في مصر، عايز اطمن عليك يا بنتي. كده برضو يا شيخ عرفان، انت اللي بتقول كده؟ مش انت اللي شجعتني على الجامعة وعلى الشغلانة وعلى البازار، دلوقتي عايز نرجع ينفع؟ قلبي مش مطمن. اطمن عليها يا عم، وراها رجالة. اتنيل يا شيخة، ده كنت هتموتي من الخضم. يا سلام، يعني عايزين اشوف ضرب نار وموتوسيكلات وجو ارهاب واسكت؟ مصيره وجع في يدي. بابا انا كنت عايزة استأذنك، يعني بعد اذنك اروح اطمن على الدكتور عمر. انت بعد اذنك طبعا. روح يا بنتي اعملي الواجب، دكتور عمر يستاهل، بس ديري بالك على حالك. حاضر يا بابا. حاضر. يا لهوي يا عمر لو تشوف اللي جراني، حسيت الدنيا كلها اتلخبطت في عينيا، وكنت هتكيفي على وشي وبقت كلها كده بتضرب الوان. انا بقى يعني وهي ماشيه تتكعبل على وشها في البيت، وكانت تنزل بلبس البنت من غير حجاب. والله عليك انت يا اختي، وشها بقى زي ليمونه وايديها بتترعش، وكل الكلام اتحشر في حلقها. صح، اتحشر في حلقها. ده واخدكم معايا يا حبيبي والله. اوعى تقول كده، سلامتك عندنا بالدنيا كلها. انت اتقشر يا برنس، تلاقينا اسرع من الاسعاف. ربنا يخليكوا ليا يا رب. ولا يحلني منكم، تسيبي الدبوس. ما عايزاه يا بنت، سيبي يا بنت، سيبي يا بنت عشان اخوك ياكل يا بنت. جعانه ايه؟ حرام عليك. خد يا تشوف الدبابيس من هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا ما رضيتش اجي الا لما اجيب لك كل الاخبار. اشجيني بقى اشجيني. اخبار يا عمو؟ ها اخبار الاخبار اللي تهمه عن الانسه لامار عرفان. جموزه زي القمر، كنت خايفه عليك قوي. والنبي من النبي دمار دمار، دي شؤم، هي الشؤم، هي سبب المصايب اللي حصلنا دي كلها. اسمها دمار. لامار يا حبيبتي، اسمها لامار يا تينا، يعني بريق الماس. وبعدين مش من اولها كده بالراحه على البيت.
بيني وبينك هي البت بتلمع وحلوة حبتين، بس أنا بصراحة اتشقمت منها من ساعة اللي حصل لك ده. اتشقمت إيه بس وبتاع؟ اللي بيحصل ده عادي، بيحصل كل يوم، يعني عادي عادي، أنت اللي مقفورة. أخويا كان هيروح مني وتقولي مقفورة، حرام عليك يا عم حافظ. يا كتابينا اسمعيني، اسمعيني، بنت طيبة وغلبانة وبيضة، شفتي بيضة؟ دي بيضة، بيضة، وبعدين دي أبريق الماس. يا عم حافظ بريق الماس مش ابريق، بريق الماس. هو انت كنت عارفها قبل كده يا عمر؟ دي موزه يا بنت، خليكي في حالك. هي في حياتي موزه دي؟ دي موزه، دي موزه دي. استني بس، دي الموزه دي يا راجل. امال كنت عندها بتعمل ايه يا بنت؟ بتنام انت مالك؟ انت مالك؟ خد ياكل ايه؟ استنى الاول لما تشوف الاخبار اللي انا جبتها لك. عايز ايه تاني؟ اللي يرفض النعمه تزول من خلقيته. اعمل لك ايه يا روح امك وانت من ساعه ما خرجت عماله تاكلي في قطه محلوله؟ سبتك يومين سقت فيها وقلت لك قبل كده انت مش شغاله في البيت الابيض. لا مش شغاله في البيت الابيض ولا عندي ابامه، انما ما فيهاش حاجه يعني لما كني لي يومين منها اريح العظمتين من نومه البرش ومنها الحكومه تخفى عني. مش ده اصول القريه بص. طيب وبالنسبه بقى الفلوس اللي دفعناها للمحامي عشان يخرج من المصيبه اللي انت عملتيها، والفلوس الثانيه اللي دفعناها في الحجز عشان ما حدش يلمسك، الاخ الاخ الاخ، كل ده هنسدده منين؟ كل ده من شقايا وتعبي وانت مالكش فيه مليم احمر. اوعك الله 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 الله، والله كبرت يا باريزه وبتتكلمي تقولي فلوسي وفلوسك. هما يوم الحبس يا رحمك نسوكوا من خلوصي ولا ايه؟ ما انت اللي دايس بالقوي يا عبد القوي. عبد القوي مين يا بت؟ بس تعالي اقول لك، تعالي اقول لك بس يا بت، انا اخوك حبيبك يا بت، حبيبك. انا غرضي بس انغنغك بدل كمكمه القعده اللي انت قاعده فيها دي على طول. بلين بلين قالين يا خوخ، انما مش شدك كاسر يوه. وين بس اللي جاب سيره الشده؟ انا عايز اقول لك على حاجه بس، الموضوع ما فيه عمليه الدكتور ريحتها فاحت وقربت تطلع. وانا مالي يا اخوي، انا من ايدك دي لايدك دي اشهر انت بس. لاف يو بيبي. بجد يعني هنتجوز؟ ها عليك في المستشفى كلها؟ خليت الدكتور هاني يقف مكاني في الرعاية. انت تعبان ولا ايه؟ لا ابدا، بس ماليش نفس لأي حاجة. مش شايف انك مكبر المواضيع حبتين؟ وانت مش شايف ان الموضوع يستاهل؟ اكيد يستاهل، بس ده يتوقف انت زعلان قوي كده على ايه بالظبط؟ مش فاهم. يعني زعلان على الفلوس ولا زعلان على تأجيل موضوعنا؟ طب الاتنين مرتبطين ببعض، لو الفلوس ما كانتش ضاعت كان زماننا احنا مع بعض دلوقتي. يبقى الموضوع ما يستاهلش كل ده، علشان لو زعلان على الفلوس اهي ضاعت، انما لو زعلان عليا انا موجوده ولسه معاك. من فضلك يا صفو، مش عايزه احس انك بتواسيني، دي اكتر حاجه ممكن تضايقني. انا لا بواسيك ولا عايزه اضايقك، انا بقول لك الحقيقه. يمكن لما قلت لي على اللي حصل انا ما عرفتش ارد عليك عشان كنت خايفه اقول اي حاجه تجرحك، بس لما فكرت فهمت. فهمت ايه بقى؟ ان شاء الله. الفلوس انت اللي جبتها قبل كده وانت اللي تقدر تعوضها تاني. امتى بس؟ ده انا قعدت سنين الم فيهم. واحنا مع بعض مش هتحس بالسنين دي. قصدك ايه؟ انا مش محتاجه حاجه، الفيلا اللي ورثتها عن بابا وماما فيها كل حاجه والعفش فيها جديد، ومش عايزه شبكه كمان. معقوله دي نظرتك ليا؟ معقوله انت شايفاني رخيص قوي كده؟ يا خساره، وانا اللي كنت فاكرك انك اكتر واحده فهماني.
بس للأسف طلعت أنا اللي فاهم غلط. عن إذنك غازي. غازي من فضلك لو سمحت ألاقي فين دكتور؟ في الاستقبال. ممكن حضرتك تسألي في الاستقبال. أنت عرفت أنا عايزة إيه الأول؟ إيه المستفزة دي؟ لو سمحت يا دكتور من فضلك معلش. أفندم ألاقي دكتور عمر فين؟ مش أنت اللي كنت هنا قريب؟ يا ستي رد عليا مش مهم أنا كنت هنا ولا لأ. هو فين؟ دكتور عمر في المستشفى. ما احنا في مستشفى واحنا في اسم بوليس. انا ما بهزرش على فكره. دكتور عمر عمل حادثه وبقاله فتره في المستشفى. حادثه؟ حادثه ايه؟ ومستشفى ايه من فضلك قولي بسرعه. اديك هتخرج بكره يعني ما كانش ليه لازمه الجنان والخروج بالشكل اللي انت عملته ده. هاتي ايدك. ليه عايز تروح فين؟ عايز اروح اقعد هناك سنديني. طيب ماشي يلا. يلا ايه؟ يلا مش عايز تقعد هناك؟ مش يمكن كمان عايز امسك ايدك؟ هو ده اللي انا خايفه منه. خايفه من ايه؟ وانا لسه عملت حاجه. هو انت لسه هتعمل؟ اه طبعا هخطفك. طب يلا قوم قوم. طب انت مالك اتخضيتي كده ليه؟ ايه المشكله اني اخطفك يعني؟ ما اتخضيتش ولا حاجه. انت اقعد بس بشويه. حاجه جميله جدا. طيب انا كده اطمنت عليك. ينفع امشي بقى؟ ده طبعا ما ينفعش. هو ايه اللي ما ينفعش؟ ما ينفعش خالص تبعدي ولا تسيبيني. ما ينفعش خالص. لا ده دلع بقى. واحنا قلنا خلاص مفيش. بالعكس ده لسه في كتير قوي. عمر عايز اسالك سؤال وعايزك تجاوبني عليه بصراحه. اسالي. هو انت ليه ما اتهمتش ابن عم؟ لا اتهمه بايه؟ هو في تهمه في الدنيا اسمها انه سبب سعادتي وفرحتي؟ سعادتك وفرحتك؟ طبعا. هو انا لو لفيت العالم عشان الاقي طريقه سريعه تقربنا من بعض بالطريقه دي كان هيبقى في اسرع من كده؟ يعني الراجل عمل فيها معروف اروح اذيه؟ انت بجد يتخاف منك؟ انا ده انا غلبان وصايع وضايع وضايع ده غير اني مصاب. عمر على فكره دراعك دي اللي وجعت مش دي. واضح انك قلت الكلام ده لقبل كتير. انا طب انا هقول لك حاجه عشان ترتاحي. انا اصلا ماليش في الحوارات دي ولا كلام البنات ولا العلاقات ولا كلام ده خالص. عمري ما كان ليا فيه اصلا. احنا كدكاتره عشان بندرس طب ونسا كمان نظرتنا للست مختلفه مش زي اي راجل. بنشوفها انسجه تشريح اناتومي يعني بنشوفها عضلات ما بنشوفش الانوثه والحاجات دي. انا كدكتور امراض نسا رغم ان زبايني كلهم ستات الا اني هتضحكي عليا ما اعرفش اقول كلمتين على بعض لوحده ست. لا والله. ايوه كل تركيزي في شغلي كل وقتي في شغلي كل نفس بتنفسه في شغلي. بيبي حياتي يا نهار ازرق. سلامتك يا حبيبي. الف سلامه. سلامه ايدك. سلامه عيونك. مالك يا حبيبي؟ مين المجرمين اللي عامل فيك كده بس يا حبيبي؟ لامار! دكتور غازي وصل اهو. خير يا دكتور عمرو؟ في حاجة؟ سعادتك الدكتور غازي؟ أيوة أنا الدكتور غازي. سعادتك تعرف واحدة اسمها صفوة؟ ما أنا قلت لسعادتك الدكتورة صفوة كانت مرات الدكتور غازي. هي مالها صفوة؟ هربت من المصحة النفسية اللي كانت بتتعالج فيها وفي خطورة على حياة سعادتك. هربت؟ هربت ازاي وامتى؟ النهارده الصبح الدكتوره اللي بتعالجها بلغتنا انها هربت وفي خطوره على حياتك. طب مش فاهم يعني انا المفروض اعمل ايه؟ المفروض انك تحصن نفسك كويس لان صفوة دلوقتي مريضه نفسيه يعني غير مسؤوله عن تصرفاتها. على كل حال لو حسيت باي خطر انا سبت كل تليفوناتي للمستشفى والبيت عند سعادتك. انت رحتوا البيت؟ امال ايه؟ راحوا البيت وقابلوا اكتافينا وقالوا لنا ايه؟ كانوا هيموتونا. خدي نفسك الأول فاهمين هو في إيه؟ ضربوا علينا نار. نطيت من الشباك وفضلت أجري أجري لحد ما نفسي اتقطع. لو كنت عارفة رايحة فين ولا جاية منين. خفت أروح لحافظ اللي يعرفه سكتي وأنا مقطوعة. لا ليا حد ولا أعرف حد. لقيت نفسي جاية على هنا. هما مين دول اللي عايزين يقتلوكي؟ شلة الأربعين حرامي إياهم
تقريبا كانوا عاملين رباطيه ونفذين على بعض ولاد الهربه. هما مين دول ورباطيه ايه؟ انا مش فاهمه اي حاجه. شله الدكاتره اللي بتشتغل مع دكتور عمر ومعاهم جوز اخته ابونا بزرق ده. وهم عايزين ايه من عمر؟ انا هفطمك على الحوار كله، بس والنبي تربيس الباب كويس احسن يكونوا قاطريني ولا حاجه. ما تخافيش الباب مقفول كويس، انت فهميني بس، فهميني عايزه افهم اي حاجه. طيب نكلم حافظ قبله وانا راسيك على الحوار. ماشي. يعني ايه خرجت ونسي موبايلها في البيت؟ طب اسمعي، هي معاها صلاح؟ طيب خلاص اقفلي يلا. سلام. استرها معانا يا رب. دلوقتي بس افتكرته صفوة. كويس ان لسه فاضل مني شوية شبه تقدر تعرفني بيهم بعد ما حولتني المسخ مرمي في مستشفى امراض نفسية. صفوة علي مستشفى ملغمة بوليس كلهم بيدوروا عليكي، انت كده هتضيعي نفسك. انا لسه ما ضفتش. طم خلاص، انا بقيت جلد على عظم خالي من اي احساس، لا انا بخاف ولا بقى يفرق معايا. وهقتلك صفوة. انا جايز اكون غلطت، بس انت كده هترتكبي جريمة. هو في جريمة ابشع من اللي انت عملته فيا؟ في جريمة توجع اكتر من ان واحدة تبقى مقابلة لجوزها وهي في حضنه تصحى تلاقيه مصورها وبيصومها؟ عشان كده انا لازم اقتلها. هدي بقى سيبي دي اقعدي. وصل. انت معرفتش اللي حصل يا دكتور؟ حصل ايه؟ البوليس كان هنا وقلب الدنيا وقال ان الدكتوره صفوة كانت محجوزه في مصحه وهربت عشان تقتل دكتور غازي. ده كان لو لسه ليه عمر. هو فين؟ هو مين؟ كويس قوي ان انت وصلت يا دكتور عمر، انا كنت عايزك في حاجه ضروريه. ابعد من وش السعد يا عون، انا مش طايقك. الحق عليا لان انا عايزك لمصلحتك. قلت لك غور من وش احسن لك. ما توديش نفسك في ده يا عمر، البوليس في كل حته. وبعدين يا اخي غازي مهما كان جوز اختك. استنى يا عمر، غازي مش هنا. من راح فين؟ انطق. بس اسكت، استيقظ اسمع صوتك، استيقظ اسمع منك ولا كلمه. دي مجنونه وهربانه من المصحه. هقتلك يا غازي. بقول لك يا تينا مجنونه وخطر علينا احنا الاثنين. الخطر هو انت، الخطر عليا وعلى حياتي وعلى كل اخواتي. دمرتني ودمرت العيله كلها. كنت عامل زي الوقت اللي دخل وقش كل الحلو اللي في حياتي. عشان كده لازم يموت. لا يا صفوة اوعي تموتيه، ده الموت رحمني، الموت رحمه ما يستاهلهاش. علقوني المسؤولين انتوا الاثنين. لكم ايه؟ مفيش واحدة منكم تقدر تمس شعرة مني. ما بالنسبة ليكي انت بقى يا مرات العزيزة، فانت اكيد عارفة ان اختي دي دخلت المصحة ازاي. فلو خايفة على روحك مش عايزة تشوفي بعينيكي كده سيدي حلو زيك، سبقيني على البيت وحضري العشاء، استنيني فوق في اوضه النوم. مش لاقي اي كلمه سافله عشان اقدر ارد بيها على الكلام اللي انا سمعته منك دلوقتي. انا مش عارفه اقول لك يا اخي، بكزرتك اللي انت فيها دي اعمل ايه؟ اخاف ولا اتصدم ولا اتف على الارض ولا اعمل ايه يا دكتوره صفوة؟ اتجنن زيك واخد اوضه في المستشفى ونبقى احنا الاثنين مجانين؟ ولا اسمع كلام واروح احضر له العشاء واستناه؟ والله بقى كل واحد اضرب مصلحته. مش فاهم انت عايز توصل لايه؟ بسألك على دكتور غازي، لو تعرف مكانه قول لي.
الحقني يا دكتور عمر. استراحه الدكاتره استراحه الدكاتره سامعين منها خبط ورزع وازاز عمال يتكسر، والاستراحه دي كان دكتور غازي قافل على نفسه بيها من جوه. استنى يا عمر. هو دكتور عمر ماله يا دكتور؟ اتجنن تصدق عايز يقتل الدكتور غازي. هو لسه برضه راكب دماغه. الحق الحق يا مرتضى قبل ما يعملها. حاضر يا دكتور. وانتي روحي اطلبي البوليس، وانتي اطلبي لي الامن بتاع المستشفى. مفيش وقت، البوليس مرشق في كل حته، والدكتور عوني ما هيصدق يلبسها لك. ما انت عارف. عارف ايه؟ انا بقول لك انا ما قتلتوش. يا سيدي انت عليك كذا قضيه ومحدش هيصدقك. الحق اهرب دلوقتي. قوم اهرب. بقول لك ايه؟ الحق اهرب من الباب ده، والمستشفى ليها ابواب كتير وانت عارف السكه كويس. يلا ما تضيعش وقت. يلا يا عمر. الله يرحمك يا غازي. قتلنا 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 ولا غرف ده؟ ولا حرس ولا حرس. صلاح 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 فين انت صلاح؟ ما تخرب بيتك. فين صلاح؟ جاي ياخدك. مين دول اللي جايين ياخدوك يا مجنونه؟ ايه اللي حصل يا مرتضى؟ دكتور عمر خنق غازي بسلك التليفون وقتله، ولما شافني زقني وهرب. اقلبوا عليه المستشفى بسرعه. انا كنت عارف ان الجدع اللي اسمه غازي ده مش هيجي من وراه غير المصايب. ربنا يسامحك يا تينا. مش وقت الكلام ده بقى يا عم حافظ. عمر لازم يعرف عشان يلحق يتصرف. الناس دي ناويه له على نيه سودا. خلوصي هو اللي قال لي كده. انا عارف، بس عمر هيلاقيها منين ولا منين يا اخويا؟ هو ده وقت ناد بالتراخر. موبايله كمان مقفول. طب والعامل؟ العامل ايه؟ انا مخي تربس خلاص ما بيفكرش. لا ده مش وقت تربس، شغله لنا كده حبتين، الراجل هيروح في شربة ميه. يا حبيبي يا عمر. يا اختي للدرجه دي يا اختي عشقاه؟ يا نهار اسود منيل في ايه؟ انت مستنيه مين؟ لا لا لا. طب ما 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 افتحي واحنا هنتدارى هنا. بسم الله على الرجاله. انا مستغربه مين اللي هيجيلي في الوقت ده. ما تخافيش انا بقى. يلا. مين؟ عمر. عمر ايه ده؟ وانت بتجري من مين يا عمر؟ غازي تقتل. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت اتجننت؟ انا ما قلتش. انت اللي قلتي. انا ما قلتش حاجه من الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده. لا قلتي، والناس سمعتك في النادي ان انت قلتي ان مامتك اللي قتلته، وواجهتيها بالكلام ده. انا اقول اللي انا عايزاه، انت مالكش دعوه. الكلام ده بجد يا عفا؟ بجد كمان؟ انت مجنونه ولا ايه؟ انا كل الموضوع ان انا كنت عايزه انكد على ماما واعرفها في حياتها شويه، لكن انت مالكش دعوه باي حاجه في حياتي. طب اهدي بقى عشان احنا في مصيبه دلوقتي، خليه يتكلم. ما لا يتكلم بنانين، المصيبه دي عندكم مش عندي، ما حدش له دعوه بيا. وخلص الكلام. ما خلص يا عفا الكلام. ما خلص. خلص يا علي. خلاص يا عفا بقى، احنا اصحاب، مالوش لزوم الكلام ده. مالوش لزوم ازاي في واحده مرميه في السجن ظلم؟ يا سلام، انت كل اللي همك الزفته بتاعتك المرميه في السجن، عايز تدخل امي مكانها. لا يا علي، امي مش هتدخل السجن مكان الزفته بتاعتك دي. وعشان تبقى عارف بقى،
انا لا شفت حاجه ولا اعرف حاجه ولا قلت حاجه، واعلى ما في خيلك اركب. انا ما شفتش. لا شفتي. خلاص يا علي، قالت لك ان هي ما شافتش، صدقها بقى. لا شفت. على العموم انا قلت لعمر على كل اللي انا عرفته، وهو بقى يبقى يتصرف معاكي. انت ما كانش لازم تهرب يا عمر، انت كده ثبتها عليك وانت مش ناقص. وعشان انا مش ناقص كان لازم اهرب. انت ازاي تسمع بس كلام واحد زي مرتضى ده؟ انت عارف ان هم عايزين يورطوك والسلام. انا في لحظه لقيت مخي وقف ولساني اتشل ومبقتش عارف اعمل ايه. ما حسيتش بنفسي غير ان انا بجري وخلاص. خد لك يا اخويا بقه ميه، بالراحه عليه بالراحه عليه يا جماعه. وعلى فكره بقى اللي انت عملته ده عين العقل. عقلي يا مخبول انت. عقل ازاي؟ هروبه ده بيأكد ان هو اللي قتله، وانت لسه قايله ان عوني ومرتضى شله عصابه عايزين يودوا عمر في 60 داهيه. يا جماعه اسمعوني، دلوقتي الدكتور لسه خارج بكفاله من قضيه، يعني لو اتمسك في قضيه تانية والله العظيم ولا بالطبل البلدي هيخرج منها. بالظبط بالظبط، هو ده اللي فكرت فيها بليزا. انا كان لازم ابقى بره، كان لازم اكون بره دلوقتي عشان اعرف اجيب براءه سبب، خصوصا بعد اللي سمعته من علي. مين علي يا عمر؟ واحد قابلته عنده سكة براءة سمع. وانت هتعرف تعمل ايه وانت هربان؟ بقول لك انت لازم تشوف لك مكان امان. مكان امن هيدوروا عليك في كل حتة. انا رايي انك انت تبقى هنا. وانا فين يا اختي؟ انت راسل هو كجوزك ولا ايه؟ يعني اكيد هيعيش وراه لحد ما اعرفه مكان. المهم دلوقتي ان انت تطلع المستشفى وتعرف هم وصلوا ليه. بس المهم انت هتستخبى فين؟ مش عارف. انا بقى عندي السكة اللي ما يطولهاش رجلي. سكة ايه؟ مش قادر يا فلانكات. اجمد يا بص، قربنا اهو. رجلي مولعه نار يا فلانكات. الف سلامه عليك يا بص. خايف يكون حد قطرنا. تلاش يا بص، ده احنا واخدينها كعب دايم. انا ما بص يا فلانك، شكلها هموت يا فلانكات. بعد الشر عليك يا بص، بعد الشر عليك يا بص. اجمد يا بص يا فلانك، اجمد يا بص. ان شاء الله انا يا بص. وصلنا والحمد لله. رجلي مولعه نار يا فلانك. معلش يا بص، الجرح حاصل لسه طازه. هموت يا فلان. لا يا حرمان، تبقى لوحدك يا فلان. انا ما اتشر عليك. هو ايه اللي حصل بالظبط يا دكتور؟ لقيناها مغبوطه قصاد المستشفى فلحقناها. ربنا يجيب العوام سليمه يا رب. معقول يا استاذ حافظ اللي عمله الدكتور عمر ده؟ عمل ايه؟ الدكتور عمر قتل الدكتور غازي. ايه؟ ازاي الكلام ده؟ بالنسبة لصفوة يا دكتور هتوديوها المستشفى النفسي وتسلموها هناك. مين الأستاذ؟ ده الأستاذ حافظ عم الدكتور عمر. وإيه اللي بيحصل؟ أنا مش فاهم حاجة. هموت أفلانكات. رصاصة لشة، رصاصة رشة في عضمي ولحمي، لحمي هيموتني أفلانكات. وهنعمل إيه بس؟ بص ما هي لازم تطلع من رجلك. هتطلع إيه؟ شكل الروح اللي هتطلع يا فلانك. ألف سلام عليك يا بص. هموت يا فلانك. بعد الشر. في صوت بره، قوم شوف لك كل الحكومة. قوم شوف. طب كده أنت بص كده. فينك أنا؟ خدي برجلك اليمين، هذه المكنة اللي لو الدبان الأزرق مش هعرف لك فيها طريق. فيزا. فيها فلانكات. البص، البص متصابة. على سويت. حقيقة باريزة بموت يا باري. مين اللي معاك كده باريزة؟ مين؟ ما تخافش يا خلوصي، أنا الدكتور عمر. دكتور عمر مين؟ أنت اللي جابك هنا؟ أنت اللي عامل فيك كده؟ هم أولاد الهرمة عملوا فيك أنت كده كمان؟ أموت يا باريزة، أموت. وريني بس. ما تخافش يا خلوصي، أنا لسه دكتور برضه. سيب الدكتور يشوف شغله. خلاص. ده في دور شفا يا خلوصي. فلانكات. عمر دكتور. اطلع بسرعة على أي صيدلية. في تركيبه لازم يعملها لك مخصوص، لو فضل ينزل كده هيموت بسرعه. كلمني من هناك اقول لك اهي. وبعدها لك كل ما تقرب من حد يروح منك، كل ما تطمن وتحس ان الدنيا اختشت على دمها واديتك وشها العدل، تفوق على كف يفوقك وتلاقي روحك لوحدك.
تاني لوحدك، لا ابن ولا ونيس ولا أهل ولا عمر، مفيش بعيد بيقرب ومفيش حاجة مضمونة، وكله في الآخر يدوب صورة في برواز. تلاقيك على لحم بطلك من الصبح، خد خير وبركة. شكرا يا باريزة، أنا ماليش نفس. كل انت حتى بتيجي نقسمها عشان يبقى عيش وملح. ده أنا ماليش نفس، متشكر أوي. خلص يا عامل ايه دلوقتي؟ كتب له عمر جديد على ايدك. الظاهر مكتوب لي ان انا اشفي كل اللي عايزوني، مرة متعب ومرة عفة واخرتها خلوصي. كله مقدر ومكتوب، بس ربنا ما يعملش حاجه وحشه في حد، احنا اللي بنوسخ روحنا. صح. طب ازاي نغسل الذنوب دي؟ عارف كل ما استحمى كنت استحمى بليفه صوف سنها حامي، واقعد امرش 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 في جلدي عشان اشيل ريحه القرف، حد ما جلدي يشق ويجيب دم، وبرضه ما حسيتش اني نتفت. تبنا الى الله، تبنا الى الله. ايه ده؟ دي عفة اللي كنت بتحكي عنها؟ ودي اللي جابها هنا دي؟ تعال هنا، روح فين؟ احسن حد يدوس فيه. خليك هنا، انا راجع لك. هو فيه اخويا؟ معرفش. دكتور عمر راح فيه؟ اتنفض يا اخويا زي ما يكون تعبان قرش ولا حاجه، وجرى وربيت اسمها عفه دي. عفه؟ عفه مين؟ مش عرفتي. الله يبارك فيك يا حبيبتي ويكفيكي شر الحوجه. اهدي لي والنبي يا حاجه، بري ارتاح واعرف اني يا رب يا حبيبتي يهدي لك بالك ويريح لك حالك ان شاء الله. وايه اللي شاغل بالك ومخليك مش عارفه تنامي يا عفه؟ عمر؟ مفاجاه مش متوقعه. مش ايه اللي جابك هنا وليه عامل في نفسك كده؟ نفس اللي جابك هنا، بس تفتكري بقى شويه الاكل دول على حبه الفكه اللي بتوزعيهم هيريحوا بالك وهيريحوا احساس الذنب. انت عرفت منين ان انا هنا يا عمر؟ الاسم والنصيب، نفس الاسم والنصيب اللي ضيعوا مني يوم وصحيت لقيت نفسي لابس في عيل مش ابني. فاكره ولا مش فاكره؟ انا مش فاهمه انت عايز ايه مني بالظبط. انا اللي عايزه ولا انت اللي عايزه؟ مرة تنغصي عليا حياتي بكدة ملهاش أي معنى، ودلوقتي أمك عايزة تلبس أختي جريمة قتل هي ملهاش أي ذنب فيها، وأنت عارفة كده كويس. أمي ملهاش دعوة، ما تصدقش حد خالص يا عمر. بجد والله؟ ويوم الحادثة مش أبوكي كان معاكي في النادي وزعلتي، ولما علي اتكلم معاكي ضميرك وجعك وطلعتي وراه عشان تلحقيه؟ حصل ولا ما حصلش؟ حصل، حصل يا عمر، بس جريت وراه ما لحقتهوش. لا لحقتيه يا عفة، لحقتيه وعلي شافك. شاف إيه؟ ايه اللي جابك؟ قلت لك ما تجيش هنا. ما انا قلقت عليك وانت ما بتردش عليا. يلا يلا يلا، عفة هنا. Thank you.
واكيد روحتي وراهم وشفت امك وهي بتحط السم وقتلته. انطقي حمود، حرام عليك، حرام عليكم انتم، اختي هتتشنق، حرام عليكم، حرام عليكم، ارحميها وقولي الحقيقه، قولي. وما رحمتنيش ليه الاول لما خطفته مني، لما خدت مكاني في حد كان المفروض اللي تموت، ما كنتش قصدي اموته، ما كنتش عايزه اموته، كانت نفسي هي اللي تموت. انت اللي قتلتيه؟ مساء الخير. أنا فين؟ لا 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 على مهلك كده، الحركة ممنوعة نهائي. أنا فين؟ يلا بقى، من الله السواق الأطبش اللي ما بيشوفش ده، بس الحمد لله قدر ولطف، لحقناك الحمد لله. أيوه الحادثة هو. لا مفيش كلام خالص، أنت أصلا عندك ارتجاج بسيط كده ومحتاجة راحة لمدة أسبوع على الأقل. عمر، عمر أخويا، أنا عاوزة عمر. والله أنا ما عارف أقول لك إيه، بس يعني هو الشيطان مسلول، لما بيلبس حد بيخليه يعمل حاجات ما نقدرش نعملها، يعني عموما ربنا يهدي. أنا مش فاهمة حاجة، عمر فين؟ عمر هربان. عمر هربان؟ عمر هربان؟ هربان من ايه؟ لا 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 لا، انا عايزك تهدي خالص. والله العظيم انا ما عارف اقول لك ايه. انا قلت لك هتنفعلي، ما ينفع الخطر عليكي دلوقتي. اتكلم يا دكتور، عمر هربان من ايه؟ ابوس ايدك اتكلم. صعبان عليا والله، يعني هتلاقيها منين ولا منين؟ من حزنك على جوزك اللي اتقتل، ولا شحتفتك على اخوك اللي قتله؟ ايه؟ مين قتل مين؟ عمر قتل غازي وهرب، والمستشفى كلها مقلوب عليه. لا لا والله، لا ما حصلش والله. طب حصل. بس اهدي اهدي والله ما حصل. والله العظيم هو ده اللي انا كنت قلقان عليك منه. عمر ما قتلش، عمر ما قتلش. أنا وصفوة اللي لقينا غازي، وغازي دخل في الإزاز، والإزاز كله نزل حتماه. والله يا دكتور عوني، والله ده اللي حصل. أهو ده الضعفات بتبتدي بالتخريف. شوفي غازي مخنوق، والمستشفى كلها شافت الدكتور عمر وهو بيهرب بعد ما قتله. لا لا انت بتخرف، عمر اخويا ما قتلش، عمر ما قتلش، وصفا شهد على كل اللي حصل. انا انا اللي زقيت غازي، انا وصفا، والله انت اللي بتخطرف. ماشي ماشي، بس اهدي اهدي، انا دلوقتي هندهلهم يدولك حقنه مهدئه وهتبقي تمام ان شاء الله. انا مش عايزه امشي، انا مش عايزه حد يديني حقن، انا عايزه عمر اخويا. طب اهدي 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 بس اهدي. عمر حقنه بسرعه. هي دكتوره هنا يا عمر. عمر اخويا انت بتكرهه طول عمرك، مش عايزه حقنه. مش عايزه اهدي خالص، بتكرهه طول عمرك، بتكرهه وبتتقم منه، مش عارفه احنا بنسالكوا ايه خالص. ده احنا بنحبكم، بنحب عمر. انت احنا كان لازم نكتفها لغايه ما الحكومه تعكوشها. حكومه يا هبله، ما لو فيها حكومه كان الدكتوره كمان اتعكش معاها. باريزا عندها حق، كان لازم نسلمها. سلمها يا دكتوره، ده لولا ستر ربنا والناس اتلمت زي النمل وانت خلعت في الزحمه كان زمانك دلوقتي كلابوش. تفهم من بقك يا خلوص. خايف عليا يا باريزا؟ انت اللي زيك لازم ينخاف عليه يا ابطال. قبطان ايه بقى؟ القبطان غرق وغرق المركب بالناس اللي فيها.
السجن ارحم من التوهه اللي الواحد عايش فيها دي، بقت تبقى برايه اختي قدام عيني ومش قادره اثبتها. ربك كبير ومفيش احن منه. اهو دلوقتي فلانكات يجي ويحكي لنا على كل حاجه. دكتوره انت بالرجوله واحنا رجاله في ظهرك، ومطرح مع الدقه هنرسلها. سبحان الله ببلاش يا خلاصي. والفلوس عملت لي يا بريزة؟ وانا كنت هروح في طيسه اهو، اللي هو الدكتور ربنا يكرمه كان زماني مريح صافي تاني جنب الناس اللي تحت دي. ربنا يكرمك يا دكتوره. طب خد يا اخويا رن على فلانكات شوف اتاخر ليه. اهو فلانكات اهو. هلا فلانك. ها خير؟ البنت قطعت نفسي، دي هربانه منها، هربانه منها خالص. المهم اهدى بس كده وجمع نفسك وقول لي راحت فين. ممكن تحكي لي اللي حصل بالتفصيل؟ بعد ما اتخانقت انا وبابا في النادي مشي وسابني، خرجت وراه بسرعه عشان اصالحه، لقيت البنت دي واقفه مستنيه بره، وركبوا العربيه ومشوا، خدت عربيتي وطلعت اجري وراه لحد ما وصلت لبيت غريب قوي ما اعرفهوش. فضلت قاعده مستخبيه ورا السن مش عارفه اعمل ايه، مش مصدقه اللي انا شايفاه. فضلت افكر لحد ما جبت على الدليفري. لما فتحت هي بتاعه الدليفري طلعت عشان تجيب لي فلوس، هو سمع حاجه في الشارع خليته يجري، فانا طلعت دخلت البيت ده استخبيت ورا الكرسي اللي ورا الباب. هي حسبته ومشي، بعدين هي طلعت فوق الباب. وراح فين ده يا كابتن؟ مرسي. انا بقى هفتح نفسك وهنسيك قرف بنتك والوش اللي هي عامله لك في دماغك ده. يا ريت يا ريت. بقول لك ايه، اطلب منك طلب. اتفضلي. طبعا ينفع ما تسيبش الرياسه دي ابدا. ده عشان خاطرك انا قتيل الرياسه، واي حد مش عاجبه يخبط دماغه في اكبر حيط. هو ده. فضلت ادور على اي حاجه اطلع موتها بيها، انا ما كنتش قادره اصدق اللي انا شايفاه. بعدين لقيتها حاطه سمك على السفره، بابا ما بيحبش السمك، فقلت انا لازم اموتها، لازم اموتها بالسمك ده. دخلت المطبخ فضلت ادور على اي حاجه، لقيت سم فرين، حطيت سم الفرن على السمك، غرقته سم فرين عشان هي تموت. انا عارفه ان بابا ما بيحبش السمك وما كانش هياكله، هي اللي كان لازم تموت، هي اللي كان لازم تموت مش انا اللي قتلته، هي اللي سرقت مني ابويا، هي اللي كان لازم تموت حضرة الزهر، هي اللي قتلت أبويا، هي اللي قتلت أبويا وخدته مني، هي اللي سرقته مش أنا اللي قتلته، حبسوها هي، حبسها هي حضرة الزهر، أنا ما قتلتهوش. بصراحة شديدة الحالة صعبة جدا، احنا لقينا عندها هبوط شديد في ضغط الدم مع سرعة في ضربات القلب، عشان كده اضطرينا ان احنا نديها صدمة كهربائية.
هي قعدت 24 ساعة في العناية مركزة تحت الملاحظة. طب ما تكلمتش، ما قالتش أي حاجة؟ اتفضل. للأسف ما اتكلمتش، بس واضح إن هي تعرضت لصدمة عصبية حادة. طب هي فين دلوقتي؟ كان في واحد قريبها معاها نقلها المستشفى نفسية وعصبية، ده حسب تقرير الأخصائي. اسمها إيه المستشفى دي؟ اتفضلوا معانا على الاسم عشان نقفل المحضر. هما في ايه؟ ما تتكلمي يا لمار. في يا عمر؟ مش وقت يا سلمى، قفلي وحصلينا على الاسم بسرعه. طيب حاضر. افتح الباب يا مغاوي. عندي تعليمات عليا ما افتحش بعد الساعه 12. على اساس يعني ان احنا ساكنين في مدينه الطلبه ولا ايه؟ لا يا اختي، مدينه الانتاج الاعلاني. انا عبد مأمور يا هاني. ايه ده انت هنا يا هانم؟ اتفضلي، ايه اللي موقفك؟ اتفضلي يا حبيبتي. اوامر يا اخويا ست النظره، يا جوزي، يا سيد الرجاله. اوامر مين؟ افتح الباب يا مغاوري. يا باشا اصل الست اكتفينا قالت. ما في حاجه اسمها اكتفينا. انا اكتفيت بالكلام ده. افتح الباب، انا راجل البيت. افتح. حاضر يا باشا. حاضر. ونعمل مرجالي. تفضلي يا حبيبتي، تفضلي. قال اكتفينا. قال اكمل اول. مش انت يا اخويا اللي كنت تاخد الثواب ده؟ ما انا هرب. يا زفت يا مغاوري، انا مش قلت لك الباب ده ما تفتحش؟ انا كمان قلت له مش شايف شغله كويس، بس ما فتحش لحد غريب. تنسيش انها مراتي. والله مراتك يا عمي يوم ما تعرف تحكمها. مالك يا شاب شد عروقك علينا قوي كده ليه؟ ما تخفي حبة، لا يطقلك عرق، محدش يعرف يلم. لا يا حبيبتي، أنا أعرف ألم اللي عايز يتلم كويس قوي يا حلوة. الحلوة يا أختي مترسس عند الحلواني، ولو لازمك مقرمش أخطف لك حتة من الطرف. يا ده أنت طعم يا بتاع الكنافة. اخسع الرجالة، خوان نخيت، مش دي اللي ما كنتش عارف لها طريق من الصبح؟ أيوة صحيح، كنت فين يا غزال من الصبح؟ ده كلام خصوصي، ما ينفعش يا حبيبي يتقال على الملأ كده. لين أربع حيطان يداروه. وعلى رأي المثل، جوزي وأنا حر فيه، جوزي أغسل وكويني. تعالي اغسليني وكويني. ودنك تفش منك من شوية. الفساد بقى عامل زي الوباء، بينهش في البلد ومحدش بيتكلم، وكل ده على حساب جثث الغلابة. كله بيلهط من على وش الفتة. يا جماعة من الآخر، وقفتنا بكرة لازم تتعرض وتتصور. من الآخر عايزها فوضى. فهمتوا؟ عايز افهم انت ازاي ما بتخافش؟ ازاي قادر تقول الكلام ده؟ ما تسيبك بقى من الكلام ده وخلينا مركزين في اللحظه اللطيفه اللي احنا عايشينها دي. ده انا بقالي شهور بتمناها. خدي. انت عارف انا ما بشربش الحاجات دي. براحتك. انا عايز ابسطك زي ما انا مبسوط. على فكره بابي عنده مشاكل كتير قوي بسبب مقالاته والكلام اللي بيكتبه. لا ابوكي ده قصه تانية خالص. ده راجل بيلعبها صح، عارف يستفيد من كل الجهات. هو انت ازاي بتتكلم عن بابي كده؟ بقولك ايه، ما تزعليش مني، انا صريح. انا رايي ان المعارضه الهشه عامله زي الحاكم الفاسد بالظبط، عامله زي السوس بياكل في البلد لحد ما وصلها للي هي فيه. يكفي انه بيحط ايده في ايد ناس عكس فكره تماما، وكل ده ليه؟ عشان يكسب اصواته في الانتخابات، صح؟ كلها مصالح تتصالح. أنا ماشية، مش عايزة أشوف وشك تاني.
ماشي. مش مالي عينك ولا ايه؟ عمر مش مالي عينك انا؟ ليه؟ ليه؟ بتلاغي وانا معاك وشايل بتبوظ. بلاغي ايه بس؟ بتاع ايه؟ لا اله الا الله كلام. اهانيك ازاي؟ ده دي اللي بتخوفني منك. ده غير قصص الف ليله وليله يا دكتور شهريار. شهريار؟ شهريار مره واحده انا؟ شهريار بتاع رمضان؟ ده انت يا بنتي كل ده كلام فاضي وسيط على الفاضي وافترى افترى من طبعا. البشر على العبد الغلباني. عمر حبيبي انا مش عايزاك تضحك عليا، انا شبعت كد من كل اللي حواليا، نفسي بطمن لحد. تعب كمان يبحث الزلمه الجديده كده اول مره تسهري اول مره تخرجي واو يعني في ده عمر واو لونج تايم عمر. اوكي يا حبيبي انا كويس، انا بس كل اللي عايزاه ان انت تبدا معايا خلاص. يلاقي دم يسيل زي البتاعه دي كده. لو كنت هبعد عنك هفضل لازق جوه يعني في خيالك وفي ظلك وجوه زي بس لو الجدر جوه التورلي وبوس كده. ايوه جوه ده بقى. طب يلا يا حبيبي قوم نرقص بس بادب وعينك في عينيا بس. لا لا منتهى الادب. لا لا ادب ادب انا لا. انا معايا انا ادب ادب عمر مش كده عمر حبيب. انا معايا ادب ادب يعني. بتعملي ايه؟ ايه ده؟ سيبيني في حالي وطلعي بره. اسيبك ده ايه؟ انت بتعملي كده في نفسك ده ليه؟ قلت مالكيش دعوه انا مش عايزه اشوف حد، اطلعي بره. مالك فيكي ايه؟ ما انا لازم افهم. مجنونه. مجنونه زي ما انت قلتي. بصي وديني مستشفى امراض العقليه وارتاحي مني، مش ده اللي انت عايزه توصلي له؟ انت فعلا ما بقتيش طبيعيه. وايه اللي بقى طبيعي؟ ايه اللي بقى طبيعي؟ كلكم كدابين. في ايه مالك؟ كلكم بتضحكوا على بعض. سيبيني مجنونه عايزه اشوف حد. شي مجنونه بره سامح الواد، ما رضيتش تحبسه ولا تبهدله ولا توديه في داهيه. قعدت افكر اللي بيحصل لي، قلت اكيد ده ذنبي و
ودي ذنوبي وربنا بيخلصها فيها. اوعى تقول كده، ده ربنا مفيش احن منه علينا، ورحمته سابقة قضاه. ربع حمولك على ربنا. بقولك ايه، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. تعالى كلك لقمة، ده انت من صباحية ربنا على لحم بطنك. مش هينفع حبيبتي، مش هينفع نقعد هنا جنبها عشان لو صحيت واحتاجت حاجة. خلاص يبقى هجيب لك الأكل هنا. لا لا والله مليانة نفس. ما ينفعش يا عمر، ما ينفعش تقع من طولك، واحنا كلنا حواليك، تسندنا يا حبيبي، كلنا متشعلقين في رقبتك. ربنا يخليك لينا. متخافش، هعمل لك لقمة خفيفة كده عشان خاطري. سلام عليك يا حبيبتي. أنا قلت برضو أجي أطمن عليك بنفسي. شفتي بقى آخرة العين دي إيه؟ شفتي وصلنا لفين؟ كان عليكي بإيه بس من ده كله؟ غازي ملوش لازمة الكلام ده يا أخي. إحنا جايين نطمن على الدكتورة. ده عيش ومالها برضو. مالك يا حبيبتي؟ خايفة من ايه؟ مش معنى ان انتوا اتطلقتوا ان الراجل هيسيبك، لا، ده برضه ابن اصل، وبيتهيألي كان في بينك وبين بعض عشرة، مش كده ولا ايه؟ يا ريت بس نكون عقلنا وعرفنا مصلحتنا. ايش قلبك اسود يا غازي؟ بنوتة ايه؟ زي الفول اللي قدامك اهي، ومش هتنطق بولا كلمة، يا بس ربنا يقويها اللي هي فيه ويقومها بالسلامة، وبعد كده يحلها ألف حلال. ولا هي يا ست العرايس؟ أمين يا رب. أفهم من كده إنك موافقة؟ مش عارفة يا عمر، أنا بصراحة محتارة. يعني يا تينا ده اصغر منك وكمان متجوز. ما هو انا ما سمعتلوش غير بعد ما عرفت انه طلقها وكده. يعني اصغر منك دي عادي. ها خدي بالك، ده ما كملش كام شهر جواز وصفوه ما فيهاش عيب. ايوه يا عمر، بس هما ما اتفقوش مع بعض، وهو قال لي، وبعدين هو بيحبني. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أنا مش داخل دماغي الكلام ده. ليه يا عمر؟ أختك ما تستاهلش إنها تتحب. لا يا حبيبتي أنا ما أقصدش كده خالص. أنت تستاهلي طبعاً تتحبي. أنا أقصد إن تستاهلي جوازة أحسن من كده مليون مرة. بس إحنا مش هنضحك على بعض يا عمر. أنا العمر بقى بيجري بيا خلاص. وأنت عارف إن أختك ما بتخلفش. يعني انا ست معيومه. اوعي اسمعك تقولي الكلام ده تاني. بصي لي هنا، بصي لي هنا، مش حاجه تخليك تبصي في الارض ابدا. انت ست الستات، فاهمه؟ ست الستات. انا اقصد يعني ان انت هي بتقدم لك ارسان وجوازات احسن من كده بكتير، وانت اللي رفضتيهم. ايوه يا عمر، عشان انا عايزه اتحب مش هتجوز. وغازي قال لك انه بيحبك؟ اه والله العظيم قال لي انه بيحبني. وانتي يبقى مفيش قدامي حل غير اني وافق، حتى لو مش مقتنع. بس الاول لازم اسال صفوة هما اتطلقوا ليه، معلش عشان ابقى مطمن. طبعا غلطانة، كان لازم توديه في 60 داهية. صدقني أنا خفت عليهم واخدينه، ده حتى هو بيتهجم عليا. كنت ببصله
اشوف واحد يائس وعايز ينتحر. يا بنتي دوات سافر وعايز الربايه من الاول وجديد. كفايه اللي شافه وراح لحاله بقى. المهم انا حذرته يهاوب تاني مره ريحه البازار، وحياه ربنا اللي هخلي ليلته سودا. ايه يا اختي اللي انا سمعته ده؟ ده انا كان قلبي هيقف لما عرفت باللي جرى. متشكره قوي حبيبتي، ميرسي. بس لا مؤاخذه يعني انت برضك غلطانه، ما هو مفيش واحد يتجرأ على واحده بالشكل ده الا لو فتح له سكه. لو سمحتي خليكي في حالك. مين دي يا لمار؟ غزال يا روح الروح. ايه ما سمعتيش عني قبل كده؟ يا مدام غزال، عايزه ايه دلوقتي؟ مش عايزه حاجه يا حبيبتي، انا كنت جايه اقوم بالواجب واعمل الاصول. كتر خيرك يا اختي. ايه ده؟ انت بتعملي ايه هنا يا بنت انتي؟ نقول طور يقولوح لابوه. يوه ما قلنا جايين نعمل الواجب. دي مرات الغالي. يلا بنت قومي من هنا. يلا بنت يلا امشي من هنا يلا. بعد جزاتي اللي جاي ياخد بخاطرها بعد البهدله اللي شافتها ده اغتصابي عليا. مين يا بنت اللي قالك الكلام الفاضي ده؟ دي حاجه واضحه زي الشمس. ده مكتوب على الجبين، واللي ما يشوفش من القربال يبقى اعمى. وبعدين بقى وبعدين بقى انا ماسك نفسي بالعافيه. يا واش يا واش يا واش يا دكتوره، انا برضك قصدي خير. انا كده كده كنت لازم امشي، اصل بصراحه قاعده زي دي تشبهني. احترمي نفسك. وانا واحده ليا سمعتي والسمعه يا حبيبتي عامله زي عود الكبريت. يا بلحه يا حلوه يا مقمعه، شرفت اخواتك. يلا بنت يلا بنت ما تزقش. ده احنا بعدنا عن كل الناس. ردي عليا بقى. بقولك ايه، انا ما بحبش الاستعجال وانت مستعجل قوي. انا ما بقتش قادر ابعد عنك اكتر من كده، وبعدين الحياه اللي احنا عايشينها البهدله دي انا مش قادر عليها. انا كبرت مش قادر على بهدله الشوارع والكافيتريات. انت دوختيني. طب بقولك ايه، انا ليا شروط. اي حاجه انت تقولي عليها انا موافق عليها قبل ما اسمعها. اي حاجه اي حاجه اي حاجه اي حاجه. طب اسمعها الاول يمكن ما تعجبكش. لا اي حاجه تقربني منك عجباني. طب بص بقى يا سيدي، انا مش هقول لك بقى انا عايزه شبكه ومهر ومؤخر والكلام البلدي ده، خصوصا ان انت عايز الموضوع يبقى في السر، يبقى لازم تعوضني. هعمل لك كل اللي يريحك. بجد بجد امورك. طب انا عايزه شقه وتفرشها لي وتكتبها لي باسمي. موافق موافق. اه وعايزك تفتح لي حساب في البنك وتحط لي في مبلغ محترم بالدولار. بالدولار؟ حاضر موافق. بجد؟ اه بجد. يبقى متفقين. متفقين؟ متفقين. خلاص نتجوز. ها؟ انا ما خلصتناش من البلوى اللي انت بالينا بيها دي، وديني اللي اروح فيك داهيه. ايه ده يا عمر؟ مش كده. اهدى ازاي بقى؟ اهدى ازاي وانت باليني بحيه في البيت؟ حيه عماله تبخ في سمها ليل نهار. انا بايدي ايه هعمله؟ كنت عايز نسيبها تفضحك. انا مش هخلص بقى من قصه تفضحك تفضحك دي، مش هخلص انا. وحد قال لك تروح تهيس وكمان تتصور معاها؟ ما انا ما كنتش في وعي يا اخي. ومراتك هتصدق الكلام ده؟ حتى لو مراتك صدقت، الناس هتصدق سمعتك هتبقى عامله ازاي؟ انا ضحيت بنفسي عشانك. لا تصدق اسمي اشعر بالحبه دول. لا حلوين حلوين. هجس وطبل يا عمي، هجس وطبل يا عمي، هجس وطبل يا عمي. راح يقول لعمه هجس وطبل. تعال هنا. يا اخي بطل هزار. مال يا بتهزر؟ هرتكب جنايه، هرتكب جنايه. طب اهدى اهدى بس وخلينا في مصيبه مراتك. وانت رايح تقول لها؟ رايح تقول لها يا عمي بتفتن زي العيال؟ هي غريبه دي مراتك، الكلام جاب بعضه. كلامي شوف اقول له ايه بقى؟ يقول لي ايه؟ شوف بقى جيله منين؟ راح بحوط لي جاي منين؟ انت عايز تجنني؟ طب خلاص خلاص اهدى وشوف انت عايز ايه وانا مستعد اعمله. تحب؟ استغفر الله العظيم يا رب. ها؟ تحب انا؟ بتقول ايه؟ اطلعها. ومالك متأثر قوي كده يعني؟ مالك يعني؟ روميو وجولييت عادي. الورقة معاك ولا معاها؟ ورقتي ورقتي ورقة الجواز. أنا لا شفت ورقة ولا جواز.
انت مش قلتلي انك انت اتجوزتها؟ ما ايه؟ هما قالوا لي. هما؟ لا هي. هي هي قالت لي. هي قالت لك ماشي. لا وقريبها كمان قال لي. قريبها؟ لا لسه. ورجالته كانوا موجودين قالوا لي برضو. هو كان في قريبها ورجالته؟ هما مين اللي اتجوز؟ امال انا بقول لك ايه؟ انا بقول لك ايه؟ دي عصابه يا ريس وكانوا هيودوك في 60 داهيه لولا انا. ضحيت بنفسك علشان ارحمني بقى من الحبه دول. ارحمني ده انا في مصيبه كبيره كمان كبيره. يا رب يا رب. طب استنى يا عمر. كفايه يا رب مصايب بقى يا رب. هقول لك حاجه مهمه بس. استغفر الله العظيم يا رب. عشان خاطري عمر. عمر. نعم. يا ما قالتلكش راحت فين؟ يا مين؟ وانت ما تعرفش؟ والله بجد. لا راجل لا راجل لا يا شديد. لا عمي حسبي الله ونعم الوكيل. مع عصبيتك دي هي اللي مخليك موكوس مع مراتك. ده اختبار يا عمر. اختبار. انت كمان هتكلمني في الاختبار؟ حسب الاختبار. هنادي لا حول ولا قوة الا بالله. لا لا بس هو اختبار. هو اختبار. اختبار صعب بس اختبار. انا قلت انه اختبار. رقاصة؟ رقاصة يا خلوصي؟ امالها الرقاصة يا اختي؟ فكة، احنا جايبينك من على سجادة الصلاة واحنا ما نعرفش ولا ايه؟ ايوه بس ده قبل ما اتجوز واتستت في بيت. لا ما بيتك ده يا روح امك احنا واخدينه بوضع اليد، يعني أول ما يخلص حوار السي دي هيرموك رمية الكلاب. اسمعوا. أنا مشروع الكباريه ده مشروع عمري. ومش أي حد يخش معايا في شريك. خلوصي لم القرشينات اللي خدهم من السي دي وخش معايا بنسبة. وانت يا باريزة عايزك تلم اللي تقدري عليه وتخش بنسبة او تأمني مستقبلك وتقبل على وش الدنيا. وطالما يا اخوي انتم مسقسقين الاناني كده مع بعض كانت لازمتها ايه البهدله والمرمطه؟ يا بت يا بت ده انا اللي عامل لك الجواز بايديا. ايه يعني انت ضحكت عليا يا خلوصي وسلمتني؟ يا بت ما تقوليش كده. يا بت اسلمك ايه؟ هو الشغل محتاج السكرات عشان مصلحه تقضى. مصلحه؟ ما احنا يا اخويا خدنا الفلوس وفرتكناها. اللي انتوا فرتكتوها دي الفكة مسح زور. انما الهبرة الكبيرة لسه وانا لسه ما جاش. ودي محتاجة ترتيب وصبر. كلمة الهبرة ده يا ريس بتجيلي على الجرح على طول. انا عايزك على طول تشجيني تديني كل شوية هبرة هبرة هبرة. حبيبي. انا لما خلوص يكلمني على حكاية الدكتور ده انا عملت عنه تحرياتي. نطورت حوالي رجالتي وجابوا لي خبره. طلع ست سمين تقيل ومحتاج صبر يا ايوب. ولقيت ايه؟ لقيت حكايه السي دي اللي بتلعبوا بيها دي كلام فاضي. يعني لو اتزنق ممكن يقولوا انه ملعوب فيه متركب يعني. والناس بتنسى والمولد بيتفضل. معنى كلامك ده يا مسطره؟ معناه انكم تسمعوا كلام اللي هيديكوا قد اللي انتوا خدتوه 10 مرات. وده مين ده يا اخوي؟ انا. اهلا يا باشا. اتفضل يا باشا اتفضل. اهلا وسهلا يا باشا نورت الدنيا. اتفضل 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 اقعد. وانت مين يا اخوي؟ مش مهم. المهم المصلحه اللي هتجمعنا. ما ترسينا على الموضوع يا باشا. سيبك من الباشا انا هرسيك على كل حاجه. نبي ما انا فاهمه حاجه. ايه العباره؟ يا بنت ركز مع الباشا ونضف الجمجمه كده. هي مهمه مهمه لو نجحتي فيها هترفعك لفوق لفوق قوي يمكن توصلك لغايه الروف. انما بقى لو فشلتي هتخسف بيك الارض هتنزلك اسفل سافلين. مش بعيد كمان ان ترجعك تاني للبدروم اللي تربيتي فيه. فاهمه؟ يا دكتور. يا صباح الفل. اهلا اهلا يا دكتور. اتفضل. الله ده انا افتكرتك عوني. واحد يا دكتور احنا هنا في خدمتك. اتفضل. الله يخليك. لا بس عايز اعرف دكتوره صفوة عندك فكره هي فين؟ ما جاتش ليه؟ دكتوره صفوة دكتوره صفوة دكتوره صفوة دكتوره صفوة. انت بتفتكرها ولا ايه؟ لا لا طبعا هو في حد ينسى الدكتوره صفوة؟ انا بقول برضو كده. عندك فكره ولا ما عندكش؟ طبعا يا دكتور. ولا في حاجة تخفى عليا لا مؤاخذة في المستشفى دي. هي فين يعني؟
ها؟ سافرت، خدت أجازة طويلة عشان تريح دماغها من الهم ده، سافرت عند قرايبها بره. سافرت؟ إمتى؟ بعد ما اتطلقت من الدكتور غازي مباشرة. سوري يا دكتور عمر، بس في حالة منتظرة بره من بدري. طب يلا يا مريم أنا جاي وراك على طول. أي مساعدة يا دكتور؟ أهلا وسهلا، مساء الخير. أهلا وسهلا. تفضل. العملية فشلت، مفيش حملة يا دكتور. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. معلش ما فكرش حاجة، احنا هنحاول تاني. لا 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 لا، لا تاني ولا تالت، احنا كده تمام قوي يا دكتور. يلا بينا. على رأيك، ربنا مش رايد وهو ما بيتعاملش. يا جماعة لحظة واحدة، لحظة واحدة، ربنا ادانا عقل، ادانا عقل عشان نفكر. يا دكتور حضرتك مش عارف احنا لمينا الفلوس دي ازاي؟ كفايه قوي بقى لحد كده. يلا لحظه واحده يا فندم، مش معنى ان العمليه فشلت ان احنا خلاص، لا لازم نحاول تاني وتالت لحد ما ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يريد. وان كان على المصاريف اسمح لي، يعني المره دي انا متحملها. انت ذنبك ايه بس يا دكتور؟ المصاريف ايه بس؟ مش لازم يكون في ذنب عشان نسند بعضينا. اتفضل دكتور قول له يتجوز. انا خلاص مش مقسوم اني اخلف. انت مجنونه؟ هو العيب ده مش ممكن يكون فيا انا؟ ايه هنعترض ولا ايه؟ يا جماعه صلوا على النبي، صلوا على النبي لو سمحت. عليه الصلاه والسلام. انتوا تحاليلكم كويسه جدا، تحاليلكم بتاكد ان ما فيكوش اصلا اي عيوب، يبقى ما فيش مشكله ان احنا نحاول تاني لحد ما ربنا يريد. ما تفكك من الموضوع ده، خلصي تعالى لهيك. انا مش مصدقك يا مريم، يعني يوم ما الحظ يختشي على دمه ويخبط على باب بيتنا نصد ونقف في وشه الباب؟ الباب اللي جيلك منه الريح يخلصي. فبرزز ريح ايه؟ ده نسيم الدنيا كلها. انت ناسي الياس ده عمل ايه في عم ايوب؟ انا عايزك انت غندوره اللي تفتكر الكلمتين دول. ليه بقى؟ عشان مش نفس الحبل اللي مات بيه عم ايوب بتلف على رقبتك الحلوه دي وتوحشينا. الله يخرب بيتك، انت هتخوفني ليه؟ هو انا ناقصه؟ مش مخوفك يا بريزه، انا بفوقك. بعدين عايز اقول لك حاجه يا بريزه، احنا هنبقى اصحاب ملك وشركة في كباريه خمس نجوم، وانت هتبقى راقصه في مصر الاولى، واحتمال نعمل لك فيلم زي الفنان نبيل عبيد الراقصه والطبال. ماشي يا عم، مع ان قلبي مش مطمن خالص. لا يا اختي طمنيه، وقولي له يا اختي كمان ايه خلوصه بيسلم عليك. متهيألي كده كله تمام يا دكتور. كله تمام يا اخ نيازي. اتفضل يا سيدي، واعتبر ده مجرد ربط كلام. شكلها معرفة خير ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله خير، ربنا يديم المعروف يا سيدي. امين يا دكتور. اتفضل. هو مش انتي برضو الانسة عفة ربيعة رغاي؟ نعم. انا واقف شايفك بقالي كتير قوي وعايز اجي اتكلم معاكي، بس بصراحة يعني مقلق وخايف. ما تخافش انا ما بعدش. تمام. انا كابتن علي، مدرب تنس سنة في النادي. مش هاخد من وقت غير دقيقتين، بس في موضوع لازم اتكلم معاكي فيه. وحضرتك يا كابتن شايف فيا مثلا موهبة شيكابالا ولا حاجة؟ لا هو مش كده، هو انا بس بحب بنت هنا قوي معانا في النادي، ويعني نفسي اتقدم لها واتجوزها. تمام. انا شايفه يا كابتن انت المفروض تنجز بقى، عشان انا عايز اعرف عايز مني ازغرط لك مثلا؟ لا مش كده، بس البنت دي في راجل كبير بفلوس ونفوذ ودخل لها ولعب عليها، خطفها مني من الاخر. وانا دوري ايه بقى في الليله الحلوه دي؟ الراجل ده يبقى والدك الاستاذ ربيع. بابي انا كل طالبه منك بس ان انت تساعديني نحاول نخرج من الازمه دي باي شكل. هي البنت دي اسمها سما؟ بصي انا عايزاكي تنسي كل اللي حصل ده، تمسحيه باستيكا، واوعي جوزك يحس انه قصر فيكي. حاسبي على نفسيه جوزك. مش عارفه اقول لك ايه يا تينا، انا حاسه اني مش هقدر اسعد عمر. لا يا حبيبتي اوعي تقولي كده، اليومين دول بس معلش عديهم، الدنيا ضغط عليه قوي مدياله وشها الوحش. خليكي انت الوش الحلو اللي بيهون عليه.
اعمل ايه تاني بس يا تينا؟ انا خلاص فاض بيا. هقول لك تاني، اعملي مره واتنين وعشرة وعشرين وتلتمية يا اختي الوشيه. خليكي بصي دني كده على ودانه زي الدبانه. الوشيه يا بنت بحلاوتك. حلاوتي رقص ورقصت له، غنى وغنت له، ضحك وضحكت معاه، لعب ولعبت معاه، اعمل ايه تاني يا اختي؟ وانا انا عارفه ايه اللي صعب دوت، زي الورد وفي عز شبابه، هي العكوسات بس اللي شد عليه حيلها شويه. عكوسات؟ ماشي يا تينا، نفك ام العكوسات. الحاله النفسيه هي مفتاح السعاده الزوجيه، وعلاقه الرجل بمراته مرتبطه ارتباط وثيق وكلي وجزئي بل ومادي وما. اصحى معايا يا حبيبي، اصحى يا حبيبي انت. ايوه عشان هسالك في الاخر. اصحى يا حبيبي. انتوا فاهمين حاجه؟ لا. 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 بمعنى؟ ايوه، هو الشعب ده بتعب بمعنى. ماشي، يعني الراجل منكم لو لقى نفسه في ليله من ذات الليالي مش كفء. ايوه نوبك سوا، مش كفء. ياه، ده انتوا معاناه جماعيه. ماشي، لو لقى نفسه مش كفء يروح يدور على حالته النفسيه، يشوف مثلا مين معاه كان عليه في البيت، مين مضايقه في شغله، مين قرفه في السكه وهو راجع، عم عنده معاه كان عليه حياته، حد بيهدده بسي دي مثلا ولا حاجه، حد غلط معاها غلطه ومسكاه من رقبته فيها، حاجات كده يعني. تبنا الى الله. هي كلها حجج وشماعات بتعلقوا عليها خيبتكم رجاله اخر زمن. نلتقي بعد الفاصل يا جماعه. يلا يا حبيبي انت وهو، حساب مشاريب الوصله الاولى وانجزوا، قصروا تتكسروا. يلا يا حبيبي، يلا يا اخويا. سامع مراتك بتقول ايه؟ يرضيك؟ يعني عشان انا يعني فكيت نفسي معاكم، عشان انتوا اهلي يعني تقوم تعايرني كده. لا ابص ايدك فك معانا، او معايا انا بالذات فك. لا تعايرني ولا عايرك، الهم طايلني وطايلك. لا لا يا حبيبي، انا لسه ما وصلتش للمرحله دي، والليله دي هثبت. الوصله الثانيه يا قبام. الوصله الثانيه مش لما يخلص الاولانيه. الكلام ده ليك انت. ايه؟ بمعنى. ايوه بمعنى. انا اموت واعرف اتاخرت لحد دلوقتي راحت فين. اموت واعرف اتاخرت لحد دلوقتي راحت فين. الساعه 12، الساعه 12 ولسه ما جتش. الساعه 12، الساعه 12 ولسه ما جتش. لا حول ولا قوه الا بالله، كل ده بتذاكر بتذاكر فين يا ربي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اهدي بقى اهدي بقى، وترتينا يا ست طينا. انا اللي وترتك، انا اللي وترتك. امال انت بتعملي فيا ايه؟ راح جايه وترددي الكلام ورايا ايه؟ انا اللي وطي يا بنتي، ايديا بتخدل، ايديا بتخدل. صدقي بالله انا غلطانه ان انا باخد بخاطرك. بتحي اهجت اهي خلاص. ايوه روحي شوفيها، روحي شوفيها. يعني يا اختي الساعه عدت 12 والباب لسه مفتوح، كل ده عشان السنيور الصغير لسه ما وصلتش؟ انما انا يا اختي لو اتاخرت تعمليها لي ليله. عم حافظ خد الست دي واتكلوا على الله احسن لكم. اوه ماي وايف تينا غزل هانم جايه تعتذر لك. كتر خيرك وخيرها، متشكرين منكم قوي، الله يكرمكم. خرجوا من نفوخي انا اللي فيه مكفيني بقى. انا جايه اوصل للواد تقومي تصديني كده؟ يا اختي لا ود ولا مش ود، كتر الف خيرك. انا مش فايقه لكم. شايف يا زازا؟ شايف بتعمل ايه وانا اللي جايه وقصدي خير ومديها لها ايديا وفاتحه لها دراعاتي تقوم تعمل معايا كده؟ لا يا تيما، انت غلطانه في حاجه، لازم تبوسي على راسك. ابوس ايه؟ طب عليا النعمه من نعمه ربي، لو البنت المعزه دي ما خرجتش من هنا دلوقتي حالا لا انا فاتحاها ولما عليها اموت. لا اله الا الله، وعليا ولا عداها. فلسع يا غزال. تعالي هنا. عمي قلبي. عمي انتي دافع عليا شاشه اسمك. ايه انتي اسمي؟ اسمي ابي حرصك وصايك يا اختي. بقول لك ايه يا بنت، حلي على فخنا. لا لا يا تينا، انت غلطانه من سالتك براسك. ابوس دماغك
ابوس دماغك. سيب حالي. تعالى بات، تعالى بات، تعالى بات، تعالى بات. هنادو حازم امشي. ما بيتحركيش، ما بتشتمكيش. يا هنادو يا هنادو، اوريك اوريك. بس في ايه؟ بيت ده ولا جنينة حيوانات؟ اخراسي خالص، مش عايز اسمع نفس. ايوه على ما بتجيش غير بالسك. انا قلت بس، ولا هتعلي صوتها ولا حتى اللي هيعلي صوته حسابه هيبقى معايا انا. ايه في ايه؟ خلاص ايام الدلع خلصت النهارده. عمر بتاع زمان فليته، دي عمر جديد. تمام. ايوه عمر الجامد. ايوه 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 يا حبيبي. أيوة. عمر بيبي تعال انا عايزاك. انا جاي يا بيبي حالا. اها عمر فعلا جامد. اوعى يا عم. تعالى يا ابني. لاموره لامار. لحظه واحده يا حبيبي. لحظتين ثلاثه اربعه براحتك خالص. براحتك خالص خالص خالص. الهبح الليله الليله اللي تعلمنا يا رب تبارك تبارك وتزيده يا رب تبارك يا رب يا رب تبارك يا رب يا رب تبارك يا رب تبارك يا رب تبارك يا رب يا رب تبارك وتزيده. حشتني قوي يا قلبي. وانت الله اول مره الحلو يكمل كده. شكل النفسيه متظبطه الليله. يعني هو ينفع برضه؟ هو في حد يشوف حلاوه كده؟ ريو ريو. امال كنت بتزعق ليه؟ ده تسخين يعني تمرين كده عشان واحد يفتكر. تفتكر ايه؟ انا هفكرك حالا. عمر. انا ما اسميش عمر، انا حواش. يا رب تبارك يا رب يا رب تبارك يا رب. مغاوري يا مغاوري. ايه في ايه؟ عفة كويس يا سما ان انت عرفتيني. صرت عليا حوار طويل قوي. ممكن اعرف بقى انت جايه في ساعه زي دي عايزه ايه؟ بص يا سما، عشان مصلحتك ومصلحتي انا جاي اقول لك كلمتين وهمشي. سما انا عايزاكي تبعدي عن مش قادره. مالك؟ في ايه؟ يا مغاوري مش قادره. انزلي طب معايا. مش قادره. دي مش عارفه تعيسني بيها. تعالي لا الحقيني. مش عارفه. يا مغاوري تعالي يا اختي، تعالي ندخلها الدكتور عمر يكشف عليها. لا لا عمر لا عمر لا بلاش. حرام عليك البنت هتموت. البنت يا ربي. يا دي النيلة. لا بقى هو في ايه؟ دي مؤامرة. هي الجوازة دي حرام ولا ايه؟ هدي روحك يا حبيبي، هدي روحك عشان نفسيتك تبوظ. أرجوك عشان خاطر خليك انت، خليك انت، مالكيش دعوة باللي بيحصل لنا هنا. تعالى يا اخويا الحقني، الحق ايه اللي حصل؟ شوف حكاية البنت دي ايه؟ ايه ده؟ روج؟ وهيجي منين الروج ده؟ يخزى اللهم صل على النبي. ارحموني ارحموني بقى يا اخويا. هو ده وقت اباحه؟ البنت هتموت في ايدينا. مين اللي جاب دي؟